عندي الوقت على بركة الله متابعي مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في من السوق الأسبوعي الحتر والمباشرة. غادي نقول لكم هذه الأجواء ديال العيد واليوم الأخير ما قبل عيد الأضحى. اليوم الملاحظ هو أن الثمن هنا بالسوق الأسبوعي صادفنا يعني الثمن انقص بزاف حسب ما أكدوا لنا البيعة والشراية والفلاحة. هنا كاين 400 درهم حتى 500 درهم اللي نقصت في الحولية. غادي نشوفوا هذه الحولية اللي من مورايها هي من مورايها غادي نوريوها لكم. مولاها قال مشريه ب 62000 ريال يعني 3100 درهم ام 3200 بحال هكا. دابا ما تعطيوهاش في هذيك الثمن يعني تقريبا 400 درهم ناقص 500 درهم في الحوليه. نتمنوا يعني التوفيق للجميع، الله ييسر الجميع، الله يسهل على الجميع. كاينين بزاف ديال الناس صادفناهم في الاسواق الاسبوعيه ما تمكنوش انهم يشريوا اضحيه العيد نظرا للغلاء ديال الاضحيه هنا في الاسواق وفي المدن، ولكن بشكل ملاحظ اكثر يعني هي اللي تنشوف انا حسب الزملاء الصحفيين في مختلف القنوات اللي تنقلوا لنا فيديوهات من مختلف النقاط بالمدن. هي كاين الثمن مقارنه مع هذا السوق الاسبوعي مع باقي الاسواق فتنشوفوا الثمن مناسب. الا سولنا مثلا هذه الحوليه هذه اللي تنشوفوا قدامي. السلام عليكم، اجي معايا هذا الخير. هذه شحال داير؟ هذا 41. هذه واحد 41. شحال مشريه عندك انت دابا اليوم العواشر والعيدات؟ انا شاد الوحيد ما عرف يا قال لي سوي 41 لقاش ما نقدرش نكذب فيها. والنهار راه طايحه 10000 15000 قزره هنا عندنا في الحد تروال في الحد تروال سد الوحده. نعم. والناس المدينه مساكن ما جرهم يشري والله يحسن العون ديالهم. نعم. خو الكاري مسكين وكاري هكا وما جبرش هكا الله يحسن العون. هذه 41 هذه 36 الشاري ما بقاش دابا ما بقاش قليل يشري دابا عاد يعني سوا عاد رجعوها عاد ردوا كان واحد خلى دابا 1000 درهم بخطيه بيع شراي. لا اله الا الله. هي اللي تقول انتم دابا الشناقه هما اللي تغليو السوق تنزلوا السوق. دابا ما عندهم ما يغليو والله تعالى هو ذاك ما عندهم. هذه 36 نقول مولاها ساويه 36 وهذه 41 غير سخار واش مبروك الله يبارك فيك. اجي نشوفوا مشاهدينا متابعينا الحوليه اللي مشريه بشحال هذه؟ ها مولا 62 ها هي تبارك الله ها تبارك الله كي دايره شحال هذه مشريه قلتي لك باش مخلصه عندك؟ 64 ماشي 62 دابا ما ساوياش لا ما ساوياش حتى الثمن السوق اليوم دار لا دابا السوق شحال تعطيو فيها هذا النهار؟ دابا كيعطيوني 56 57 تقريبا 500 درهم 400 درهم 500 درهم مهيدم في الجزائري دابا وتقولوا الشناقه تيغليو السوق هو دابا الشناق هذا المواطن هو اللي كيغلي المواطن المواطن هي بقات تساوي لك 62 المواطن خصو الزمت الى ما خصوش الرخاء لا وعاود شويه راه وعاود شويه وحنا شارينا وحنا شارينا 64 وكيعطيونا 56 ولا ما جابتش 64 دابا؟ لا بها الدار ديالها الرجعه خير موجود اليوم السوق الحمد لله اللهم يجزيك انتم تشوفوا مشاهدينا ان الحوليه زينه تبارك الله كي جا ذاك كي جا ذاك الثمن ديالها؟ وخروفه مزيانه بصراحه ولكن الثمن طالع مرتفع بزاف كاين الناس اللي باقيين ما شراوش مساكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها وها هو دابا هذا راه رتا لا دابا شوف هو البياع الشراي هو الصراحه التفال هو البياع الشراي هو اللي غادي يمشي في الصباح وفي الصباح كينوض لاطا وبياسه كتشد بياسه كيدوروا عليك سته الناس خمسه الناس هما دابا فهمتي دابا هو مشناق ما كيساومو حتى واحد سيبا موجوده واه الخير موجود الحمد لله شوف هذا الشيء هذا ماشي ضحيه نعم الشناق ضحيه نعم مواطن ضحيه والكساب حتى هو ضحيه كل شيء ضحيه كيف السوق هذا النهار الثمن هذا النهار الثمن معه الثمن شي شويه على السوق يا اخو شويه ولكن شوف كما كان غالي الثمن مرتفع مواطن شوف الثاني دور الرجل هو اللي فيه الثمن الثمن اليوم والثمن كاين الثمن هذا الكسيبه اغلب يطلع في الوزن دابا
المواطن سير كسيبه كامله طلعت في الوزن، الوزن ما فيهاش كسيبه. هنا ما كاينش تما. دابا السوق الاخراني بنادم اللي ما باعش غير رجع، اللهم يخلي 100 درهم ولا 200 درهم خطيه. انت ولا مازال؟ لا انا شي نهار ثلاثه. برافو. شحال هذا الخير هذايا؟ 68. هذا حولي؟ حولي. واش مشري ولا عطاه؟ مشري. شحال مشري؟ مشري ب 67. هذا ثمن مناسب. 67. ها هو مشاهدينا يعني حولي هذا راه اخر. ها؟ شوف. حولي زين هذا شحال البيع ديالو؟ ظننا لهم 72. 72 ما عطاها لك حدا؟ ما عطاها لي حد. كي داير السوق هذا النهار؟ السوق عطاها لي 68، السوق طايح شويه. طايح؟ طايح شويه. يعني السوق رجع شويه، رجع شويه. شي عدد الجامع؟ رجع دابا كتكنا في كل بياسه الصغيره رجع فيها. شريتو اليوم انت هذا؟ النهار هذا، هذا الصباح هذا. 67. 67. شنقت قولك. بالنسبه لكن دابا انتم في الصباح تشعلوا السوق. لا لا شكون اللي كيشعل السوق؟ السوق. ما يبغيش يبيع. هو الشناق ولو تعطيه 400 كيبيع لك. نعم. فهمتي؟ الشناق كنا الكساب هو اللي كيشعل السوق. وصحيح اللي قالوا لنا 500 درهم ناقصه في البيت. ناقصه لا ناقصه كاينه الخروف الغليظ ناقصه فيه ديك 50,000 فرنك. لا لا قال 500 درهم عشان لا بزاف لا بزاف. هو قال حاولي شاريها ب 64 كيعطيوها فيها 56. لا لا بزاف لا لا بزاف. كاين اللي باع بخطيه وش فيكم شي حاجه. لا بزاف. والله تاكيد. دابا انت ما باعش بخطيه. اللي يعاود الحقيقه يعاود الحقيقه انا كاع يزيد على المواطن يدوز كما عنده ولا شيء. فهمتيني شاري على الحقيقه هذا شاري يا الشريف اي ما تبيعوش بالخطيه عطوني 1000 ما بغيتش 67 68 قلت كنا جد الناس 500 ريال الواحد كنا طامعين دابا ما جابت شعود بقى ما باقي طامعين 50 درهم ما جاش الله يرحم والديك شنو مبروكه الله يرحم والديك ويسروا مع الدراوش الى جاو الدراوش يشريو معكم لا ما لا والو قلت كنا الله يسر الامر للجميع كي جاك السوق تاعو دابا هاد الصباح الصباح دابا هو المشكل هو البياع والشراي كيشد البياسة كيضربها ستة خمسة كيضربها يزيد على في يدك الفلاح تاع اه بالو عام شموت هو ما مش مثل والو فهمتي يمشي بحالو بين عز الله لك يبيع على بن عز ويمشي بحالو كاين بعض الشناقه اللي تشري مثلا بحال 67 تقول لك 97 ما الى خدم السوق الى خدم السوق الى خدم السوق هكا وكانت لي شغل قاصح اي سواه كان السوق عيان راه غادي يهود فتره ما يبقاش يطوى حتى فلوسه. ولكن عاود دابا البيع والشراء الخير موجود هذا النهار الخير. الخير جات وباقي الخير. كاين اللي الحقيقه وكاين اللي كيكذب هو شاري ب 4000 ويقول لك شاري ب 20000. راه ماشي بحال يا ودي الله يرحم والديك. كما تشوفوا مشاهدينا متابعينا اراء ديال الناس من السوق الاسبوعي مباشره لحد تروال الثمن. مروح شويه مقارنه مع باقي الاسواق وفي الاسواق الاسبوعيه اللي تتشوفوا هنا الحوليه تبارك الله اللي مخلصه ب 64 ها هي فينا هي تتسوى دابا 56 يعني ثمن الا بغينا نقولوا مقارنه مع الصباح راه ثمن مناسب يعني 400 درهم الله دابا الى عافلوس شكون يعطيها له الحولي ها هو فينا هو تبارك الله الخير الكسيبات كما تتشوفوا الخيرات موجوده راجع الخروف هذا ديال 94 95 نهار ثلاثه بحال ثلاثه والله لا ديال 90 والبارح النهار السوق طايح ايوا النهار السوق طايح 4000 درهم من السوق شنو داير في السنه هذا هذا سنان الحليب باقي سنان الحليب وقلب قلب السمانه قلب لنا خروف انت عطيت 68 وهاز هاز سنان الحليب خروف واقف على السيد ديالي ولا خير هاد الفيلم خير ما عندوش ماشي بالقرون ها الحوليه عاود هنايا هذه الحوليه راه السوق الحوليه عاود الخير موجود ها الجديان وشحال ديك الخير هذا هاد الجديان 25 6000 خطيه 6000 خطيه علينا ما عندك ما دير اخي كنا نبيعوا 150000 فرنك دابا كيطولوا 23 هادشي اللي كاين الله يسخر الله يجيب التيسير الله يبارك فينا عليك هنا عاولاد البلاد المنطقه عاولاد عائله وحده شعاونوا بيناتكم تصابروا بيناتكم واللي شرى الغله ربي يخلف له واللي شرى الرخاب صحثو السلام عليكم هي الاجواء متابعينا مشاهدينا من السوق الاسبوعي لحد تروال المباشره حاولنا نقربكم من الثمن ديال الحولي والاجواء ديال السوق في بعض الاماكن اللي هي الحولي كان مفقود
ما كاينش الحولي، لكن هنايا الخير موجود تبارك الله. وكيف ما تتشوفوا مثلا بحال هذه الحوليه هذه مشريه ب 64، دابا ما تدوس ما وصلاش هذا الثمن هذا. حاولنا نجيب لكم الاثمنه من عند البيعه والشرايا ومن عند الكسابه مباشره. سولنا لكم على الجديد، شوفوا الجديد حتى الجديد كاينين هنايا، اغلب موجوده تبارك الله الخير موجود. ها انتم تشوفوا كاين الكبير كاين الصغير كاين الحواله، خير موجود تبارك الله. الثمن كي داير الثمن اليوم؟ الثمن نعم البارح. هاد الحوله هذه شحال دايره؟ البارح 45 سنت 45 هذا 45 انت اخويا. البارح نشري ب 55 البارح وعليا واصل السوق ب 56 هادشي سوالدا. اليوم شحال؟ اليوم 45 45 انتم تشوفوا مشاهدينا هذا مشري ب 55 البارح، اليوم ما وصلوش ديك الثمن في السوق الاسبوعي لحد الروال. واش شنا راه المواطن اصاحبي، المواطن هو اللي خارج على شنا. علاش المواطن؟ المواطن دخل لك بياسه هي 60000 ويقول لك 100000، كتبقى تحرق مع البيعه والشرايا، كتشريها ب 80000، ملي كتجي تبيع كتولي تبيع بالخطيه. راه حنا صحيبي راه حنا دايرين وصافي، مره الخطيه مره الرباح مره كل مره وكيفاش جرب حدك. هو الحال ديال البيع والشراء والعقود. ايوا هادشي اللي كيقول لك الشنا الشنا كلشي حاضي، هاد الشنا وبالبايع بالشاري كلشي حاضي، بالمواطن بالزبناء اللي كيشريو مننا بالبيع والشراء، يعني كلشي. يعني ولينا في هذا المجتمع على الحاضيه، هذا هو الواعد المجتمع ديالنا. يسر الامور هذا ما كان اخويا ويسر الجميع. ايوا خروف زين تبارك الله، ساوي 45 مينيروس ساوي بريكا مينيروس زوينه السمانه كاينه، ولكن الحد ما كاينش. اللهم يسر يا رب. وهذا الخير هذا خلق لنا الثمن ديال الحوليات. وهذا الخير هذوك اصاحبي هذوك بجوج ساويين 100 وجوج، وعطاونا 3000 الرباح ما بقيناش نبيعوه. 51 هذه هي عطاو خلصت 43 عطاونا 100 درهم ما بقيناش نبيعوه. ها 43 ها 51 حوليات هادو. هذه 48 الله يعاون الله يسخر. ما قولوش ما بيعتي دابا اليوم الاخر دبر راسه، ولا ما باعهمش راه ما يرجعهم. يقول تتوقع بان الثمن يرتفع؟ الثمن غير يرتفع اختار. مازال الثمن يرتفع، حتى كنت ما عرفتش الثمن غير يرتفع حتى بعت. الله يسر الامور. حتى يفوت العيد يرتفع الثمن اختار من هذا. انتم المشاهدين اللي بغى الحاولي ولا الحاولي يجي السوق التروى اليوم، راه الخير موجود والثمن مناسب يعني كان. يا هذا ما فينا هما. تقول مالك شيطان مالك شيطان ولا ماشي الضحك، حنا بث مباشر. لا ماشي وقت الضحك الله يهديك. انتم تشوفوا مشاهدينا متابعينا من السوق الاسبوعي لحد تروال مباشره، كاين يعني الثمن نقص مقارنه مع الصباح باش شراو البيعه والشرايه والناس اللي جاوا يشريو. وهذا الجديد شحال داير هذا ديالنا؟ شحال داير بخير هذا؟ لا هذا الصباح 36 هذا جديد سنا الحليب، وهذا 2 3200. واش البيع ديالو ولا عطاوها فيه؟ مخلص 3200 مخلص حتى الله يعطيك الرضا. وهذا هو الثمن ديالو باش مخلص؟ مخلص 34000. هي 34 باش مخلص هذا، وهذا 64 ها هو الجدي عشاق الجدي عاود. ها انتم مباشره كي داير السوق؟ واش نقص فعلا السوق دار ولا؟ لا فعلا السوق دار، ما كاينش السوق اليوم الشاري ما كاينش. نعم الشاري ما كاينش، البارح في السد كان كاين ما يدار، اما اليوم ما كاينش. اليوم اللي شرى شي حاجه بقاتلو في يده. الله يسخر الله يجيب سير. عواشر مبروكه. انتم تشوفوا متابعينا ومشاهدينا جديان موجودين. تشوفوا مشاهدينا ومتابعينا. من السوق الاسبوعي مباشره كيف تتشوفوا تتابعوا مشاهدينا الجديان الخرفان. الثمن اللي اكدوا مجموعه من الناس من البيعه والشرايا هو ان الثمن باش شراو الشناقه
ما بقاش وصل لك الثمن 400 درهم 300 درهم 500 درهم في البياسه اللي تراجعت. السلعه موجوده الشاري قليل بحكم انها المنطقه يعني قرويه جبليه، الناس ما تيجيوش البراني ما تيجيش البراني. السلام عليكم. بخير هانيه الله يحفظك. هانيين الحمد لله. واشركم مبروكه. كي داير السوق؟ الله يبارك فيك. السوق في هذه اللحظه انتم كتشوفوا رجع 50% غير اللي ما 50% لا 500 درهم 400 درهم و 50% راه يكون النص. ايوا شتي قسم على جوج كتخرج في الصباح ب 60 دابا كيدير 30 35 لا غلى على مسكين. هود هود هو شويه الاخر ناقص شويه نقص 50% قلت لك. هذا دابا اللهم لك الحمد المسكين ولا كيعيط جدي موجود الخروم موجود يعني كسبه بوفرا. كنتمناو العيد للجميع وعيد مبارك سعيد. امين هادشي وشكرا للجميع. تحياتي اللهم يسر. هذه هي الارتسامات ديال الناس من الحد تروال المباشره مشاهدينا متابعينا من السوق الاسبوعي الحد تروال مباشره. الخيرات موجوده تنحاولوا ها اجي لهنا اجي لهنا اجي لهنا. هو ما بغيتيش تبان بغيتي تهضر وما بغيتيش تبان كش نديرو معاك. هذه هي الاجواء العامه هنا السوق الاسبوعي الحد تروال المباشره كيف ما قلت لكم مشاهدينا متابعينا. منطقه جبليه ما تيجيش ليها البراني يعني ما منطقه غير يعني معروفه. تيجيو الاغلبيه الناس ديال البلاد والناس ديال البلاد كل شيء عامل الحساب ديالو تيشريو على بكري. الناس شراو الشناقه في الصباح شراو كسبه بثمن ولكن ما بقاش سوي لهم ديك الثمن دابا حاليا يعني الاغلب يعني تشوف الحواله هنايا عادي يرجعوهم مواليهم. بالنسبه للناس ديال المنطقه اللي بغى شي حاجه يلتحق بالسوق الاسبوعي لحد تروال الخير موجود وحتى الثمن يعني مقارنه مع الاسواق ديال الايام القليله الماضيه فكاين نقص ونقص كبير بزاف حتى 500 درهم 400 درهم في البياسه. لا في الجدي ولا في الحولي ولا في الحوليه يعني الخير موجود متوفر الخير موجود. اللي بغى شي حاجه يلتحق بالسوق الاسبوعي راه يلقى ما يشري تبارك الله. الكسيبه عادي ترجع يعني اغلب الناس تاكدوا على ان الكسيبه عادي ترجع. نكتفي بهذا القدر متابعينا مشاهدينا شكرا لكم الى اللقاء.